مرحبا بكل متابعين قناة جوك تي في على اليوتيوب، أهلا وسهلا فيكم بنشرة أخبار اليوتيوبرز. نبدأها بأبرز العناوين. كيف صارت صحة ركان سليمان؟ ولادة شهد ترند على السوشيال ميديا. علاقة رغد وخالد من بعد سديم. رغدة تمر بأوقات صعبة، ما السبب؟ نارين بيوتي ترد لأول مرة، علاقتنا بمو فلوكس. كل الكومنتس بالفيديو عم تحكي إنه علينا إنه كيف نحنا. بتغريدة على تويتر أعلن اليوتيوبر ركان سليمان صاحب قناة أنينكم على يوتيوب ومع الأسف الشديد إصابته بمرض كورونا، حيث طلب من متابعينه الدعاء لإله. لتنطلق عدة تساؤلات من طرف الناس عن صحة ركان وصحة عائلته وصديقه المقرب حسام. ليطلع أخوه الصغير عبر لايف انستغرام ليطمن الجمهور عن صحة ركان وصحة عائلته بما فيهم صحته وصحة أمه وأبوه وخواته الصغار، وخبر الجمهور أنه راكان بخير ورح يصير تمام مع مرور الأيام ورح يرجع لليوتيوب قريبا. وأثبت أن راكان فقط هو المصاب بالمرض بعد ما أجرى أفراد عائلته الفحوصات اللازمة وطلعت سلبية. طبعا الحالي ما أدري كيف أقدم مرتبك صراحة ولا أعرف كيف أبدأ، بس سامحوني. طبعا ركان ورطني قال لي لازم تصور، متابعين تعودوا علينا كل خميس نصور مقطع، فأنا يا حسام والله أعتذر لأن عارف فترة عزل ولا أقدر أصور، وإن شاء الله ركان بيرجع أفضل وأفضل وأفضل إن شاء الله، ودعواتكم له إن شاء الله. من بعد ما أصدر شادي العشي أغنيته الخاصة على يوتيوب واللي حققت نجاح كتير كبير مؤخرا واللي كانت بعنوان رئاسة، شادي أجوب باللعبة إحنا ملوك، ما راح توصل لهالمستوى لو حتى تركب مكوك، عنا حضور وعنا جمهور في الساحة، إحنا رئاسة انتو مكانكم تحت القبور وإحنا مكاننا أعلى من ناسا، واللي تخطت حاجز 500,000 مشاهدة خلال أيام قليلة فقط من طرحها على يوتيوب. تساءل الجمهور عن أغنية أخوه إسلام ليطلع ويأكد عبر ستوري إنستغرام أنه عم يعمل ويحضر لأغنية جديدة ورح تنزل بشرط وصوله لمليونين مشترك على يوتيوب، مع العلم أنه تبقى أكثر من 500,000 مشترك لوصوله لهالرقم. من بعد انتظار طويل اخيرا فرح سياماند وشهد وجمهورهم بالمولودة الجديدة، وشاركوا معاهم الفرحة بفيديوهات على يوتيوب وثقوا فيهم كل لحظة من لحظات الولادة. وشاركت شهد هالصورة على انستغرام وكتبت اصعب وبنفس الوقت احلى يوم بحياتي، من بعد عناء طويل رزقنا الله باحلى بنوتة وصرنا احلى عيلة. فمن بين اليوتيوبرز اللي باركوا لهم بهالمناسبة كان أكيد شيرو وكتب ألف الحمد لله على السلامة مرت الخال يخلي لكم إياها ومبارك اللي إجاكم. وصحر خليل كتبت ألف ألف الحمد لله على السلامة كم مرة صرت عائلت لك. وبنين ستارز كتبت ألف مبروك والحمد لله على السلامة تتربى بعزكم. وغيرهم يوتيوبرز كتار ألف الحمد لله على السلامة شهد وألف مبروك لإلكن المولودة الجديدة تتربى بعزكن. الوقت نقلكن المفاجأة اللي حكينا لكم إياها في بداية الفيديو. ها قلبي يدق. إحنا راح نصير شنو راح نسمي البيبي؟ الله نحن مقررين ناخذ رايكم لاني انا وشاهد اختلفنا كثير على هذا الموضوع. من بعد ما استضاف احمد النشيط نارين بيوتي بالحلقه الاولى من برنامج فلتر، اختار انس واصاله هالمره ليكونوا ضيوف الحلقه الثالثه من البرنامج، واللي حكوا خلال الحلقه عن انواع الافلام اللي يحبوها والافلام اللي حضروها، وميلا كمان كانت ضيفه الحلقه. لازم تضلي هيك بس ماشي محفوظه ووسخه.
شوب You can have her for the interview. It's okay. Okay. I've been on the edge of the water. اكتشفنا من خلال برنامج صديم علاقة صداقة جد قوية تجمع بين رغد وخالد. ورغد عبرت عن هذه الصداقة بهالكلمات اللي نشرتها عبر ستوري انستغرام مع جمهورها وكتبت: صديقي اللي دائما فخورة به واللي كنت أصوره دائما وهو ناجح. فبعد ما نشرنا هالبوست على انستغرام رجعت رغد وعلقت على البوست بكلمات أقوى وأجمل وكتبت: حقيقي صديقي اللي دائما فخورة به وكنت أشوفه وهو ناجح وأفرح وكنت دائما وراء الكاميرات أشوفه وهو يصور وأنبهر به وما زالت صداقتنا مستمرة. الله يديم الصداقة اللي بينكم وإن شاء الله نشوفكم من نجاح لنجاح أكبر. عم بتعيش رغدة مؤخرا مواقف ولحظات جد صعبة، فمؤخرا حدث مشكل مع أغنيتها الجديدة واللي أدى إلى حذف الأغنية من يوتيوب رغم أنها حققت نجاح كتير كبير ونسب عالية من المشاهدات وأحبها الجمهور وبشدة، واللي حكينا عن سبب حذف الأغنية بالفيديو اللي فات. أما هالمرة وبعد ما قررت السفارة المغربية إرجاع رضا وعادل إلى أرض الوطن المغرب من بعد ما ضلوا بالأردن لمدة أشهر عديدة بسبب مشكل غلق المطارات، اضطرت رغد إلى توديع رضا للمرة الأولى وكان وداع جد صعب للاثنين. وشاركت هالستوريهات المحزنة مع متابعينها واللي تداولها عدد كبير من الناس على مواقع التواصل الاجتماعي. تذكر لما كنا نضل نعمل هيك؟ لا؟ أبدعت رزان مؤخرا باختيار صورها على انستغرام، ففاجأت متابعينها بمجموعة من الصور اللي شافها البعض فريدة من نوعها. فاعتمدت رزان في صورها على دقة التصوير واختيار المناطق الصحيحة للتصوير، فاعتمدت على الطبيعة خاصة في صورها، فشفنا أزهار، أغصان، أشجار طبيعية، شمس وحدائق خضراء. أي صورة من صور رزان أعجبتكم أكثر؟ تركونا رأيكم بخانة التعليقات. من بعد ما انضموا فلوكس لنارين وشيرو من بعد ما غادروا دبي قبل أيام إلى السويد، صور عدد من الفيديوهات معهم، إلا أن البعض انتقد طريقة تصرف عائلة نارين مع مو رغم علاقة الصداقة القوية اللي بيناتهم واللي مبينة بالكاميرا، وحصل سوء تفاهم بين المشاهد ونارين وعائلتها. إلا أن نارين لاحظت كمية التعليقات واختارت الرد عنها عبر ستوري انستغرام وعلقت: اليوم بدي أحكي عن موضوع بصراحة كتير ضايقني، أو هي أول مرة الكومنتات على الفيديوهات بتضايقني، واللي هي كانت على فيديو مو اللي نشره على قناته العربية. سهو إجا لعنا على السويد واليوم نشر فيديو على قناته إنه هو إجا لهون على السويد وقابلنا. كل الكومنتس بالفيديو عم تحكي إنه علينا إنه كيف نحنا ما احترمنا، ولو نحنا بدل مو كنا رجعنا على دبي بنفس اليوم وكنا قعدنا بأوتيل، يعني كتير حكي بالكومنتس كان موجودين. فاليوم بس انه حابة اطلع ورد على الكومنتس، انا في عمري ما برد على الكومنتس، بس هي اول مرة كتير ضايقت بصراحة، فحابة بس اشرح لكم طبيعة العلاقة اللي بيننا وبين مو. اذا بتشوفوني انا مع شيرو او انا مع جلال او شيرين معي، سو نحنا بالبيت يعني نحنا اخوة، ما في رسميات بيناتنا، ما في داعي جامل شيرين او شيرو، او يعني منضرب بعض، منحب بعض، منصب بعض كتير، يعني العلاقة هيك. ونفس الشي مع مو، يعني انا مثلا بالفيديو وقت حكيت انه انا كل ما عم شوفه عم بقول هذا شو عم يعمل هون، ما قصدي انه هو شو يعني هو شو عم يعمل هون، او قلت هو شو جابه، هاد مزح. وقت عم قول انه هو شو عم يعمل هون، انه انا تفكيري ما عم يستوعب انه هو بدبي وهو بهالوضع هو بالسويد. وهذا هالحكي يعني نفس الشيء وقت انا اجيت على السويد، شيرين قالت انه لحد هلا ما عم استوعب، يعني ما عم استوعب
مستوعب انه انت شو عم تعملي هون. فهالحكي عادي بيطلع، وصدقوني علاقتنا مع مو ما فيها رسميات بالمرة، صح ولا لا؟ يعني ما فيها صح. ما بدي طول عليكم، بس حبيت اشرح لكم انه علاقتنا مع مو ما فيها رسميات بالمرة. هذا البيت بيته، بيروح بيجي ايمت ما بده، وصدقوني اهلي كتير بينبسطوا وقت هو بيجي على السويد. بس اتوقع انه يمكن طريقه مزحنا او كيف نحن كلياتنا بالبيت كتير عفويين على الكاميرا، في يمكن اشخاص ما استوعبوها او ما استوعبوا المزح او طريقتنا بالمعامله معه. بس مثل ما قلت لكم انه كيف نحن الاخوه هون بالبيت ما بنجامل بعض، فمعتبرين مو واحد منا، فلهيك ما بنفكر بالمجاملات. فهذا اللي صار بآخر فيديو، ويا رب تكونوا فهمتوا علي. وهون نكون وصلنا لنهاية نشرة اليوم، إن شاء الله تكون الأخبار عجبتكم. لا تنسوا تضغطوا على زر اللايك مشان تشجعونا على تنزيل الأكثر، وتشتركوا كمان بالقناة لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول. شكراً.